بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الثلاثاء 14 من شوال لعام 1445 هجرية الموافق 23 من إبريل لعام 2024 ميلادية متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك في زيارة دولة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.